اهلا بكم من جديد. الانباء اللي توترت بالامس عن ترشح السيد عمر سليمان لرئاسه الجمهوريه حتى هذه اللحظه ليس لها تاكيد، بل ان كل المصادر المقربه منه بتؤكد نفيها، يعني بتؤكد انه لم يتحدث الاعلام، ما عندوش حد من الحمله بتاعته او ما عندوش حمله حتى يتكلم الاعلام، يعني حتى هذه اللحظه ليس لدينا تاكيد ولدينا شبه نفي لهذه الانباء. النهارده ايضا الدكتور نبيل العربي جدد بشكل أوضح نفيه للترشح لرئاسة الجمهورية، وأكد أن ما فيش أي جهة كلمته ولم يتصل بأي جهة ولم تتصل بأي جهة للترشح لرئاسة الجمهورية. والحقيقة أن قضية الرئيس التوافقي لم تزل محل جدل واسع في الأوساط السياسية، البعض يوافق عليها ويرى أنها يعني بتجمع طاقات القوى السياسية دعما لمرشح بعينه، والبعض يرى أنها ستعزز الاستقطاب ما بين التيارات الإسلامية والتيارات غير الإسلامية أو التيارات المدنية كما يقال. خلونا ناخد رأي السيد منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري. مساء الخير يا أستاذ منصور. مساء الخير أخت الأمين. يعني كيف ترى قضية الرئيس التوافقي؟ هل ترى أنها تعزز الاستقطاب أم أنها ربما بالعكس تعزز الاتحاد وراء رئيس واحد أو مرشح واحد؟ الحقيقة تعبير رئيس توافقي يعني اعتقد ان هو ابتزل خلال الايام الاخيره وانتشر في المجتمع بصوره سيئه، واصبح تقريبا يكاد يكون سبه ان يقال ان هذا مرشح توافق. هذا معنى سيء وليس مقصود بكلمه التوافق. التوافق كلمه جميله وهي عكس التشاحن والاختلاف، يعني فيها الاتفاق. اذا كان المقصود كما يدعي البعض ان قوى سياسيه تجتمع وتتفق على مرشح وتعمل على فرضه على المواطنين، فطبعا ده عمل سيء ولا يمكن ان هو يتنفذ كمان من ناحيه العمليه في العهد الجديد، لان كل مواطن امام الصندوق حر وينتخب بضميره، ولا في احد يقدر يفرض عليه ولا حد هيعرف هو انتخب ازاي. اذا استعمالها بهذه الطريقه هو للاساءه للمرشح، ولكن يجب ان احنا نعرف انه التوافق قوى سياسيه تتوافق على دعم مرشح معين لتقديمه للمجتمع ومعاونته في الحملة الانتخابية بتاعته، هذا عمل جميل وهذا عمل طيب وليس في أي عيب ولا في أي شيء ضد الديمقراطية. بالعكس، كل المجتمعات الديمقراطية فيها هذا التوافق. بل أنا أقول أن كل مرشح له مجموعة من الأنصار، هؤلاء الأنصار متوافقين عليه، إذن ما فيش عيب في التوافق من أجل دعم مرشح معين وتقديمه للمجتمع. المعاني الجميلة دي يعني احنا يجب ان احنا لا نسيء استعمالها ونجعل منها سباب وشتائم، زي ما انت صرحتي في المقدمة في احد الموضوعات اللي طرحتيها. خلال الاشهر اللي فاتوا الشكوك بدأت تملأ نفوس المواطنين، صحيح. بقى في شك بين كل مواطن واخر، كل شيء نحن نشك فيه، كل شيء جميل نتحدث عنه بمشاكل. شوفي على الفيسبوك كل انسان ينزل العمل العام معرض ان هو تلطخ سمعته سواء اراد او لا يريد. خدي مثلا احد المرشحين المحترمين جدا اللي انت اشرت اليه، انسان من افضل الناس في مصر سمعه محليه ودوليه الى اخره، قيل انه مرشح توافقي، وهذا الانسان لا يعلم عن هذا الموضوع ولم يبدي اي نيه، وبدا السباب والهجوم حواليه والاشاعات بما لا يليق اطلاقا. يجب ان احنا نستعيد روح ثورة 25 يناير عندما كنا متوافقين وكنا أحباب وكنا في إيثار بيننا وبين بعض. أما نحن ننزلق إلى هذا المنحدر كفاية، لأن المجتمع النهارده في وضع سيء جدا، وهذه المعاني وهذه الألفاظ وهذا الأسلوب في التعامل بيننا وبين بعض يزيد المجتمع سوءا. طب سيد منصور، يعني بصراحة هل سيقوم المجلس الاستشاري بأي دور لمحاولة التوفيق بين القوى السياسية لدعم مرشح بعينه؟ لا طبعا، ليس هذا ليس أستاذ منصور. متأسف أنا سمعتش كل اللي قلتيه، بس لا. الجزء الأولاني هذه ليست مهمة المجلس الاستشاري إطلاقا، هي دي اذا إيه دي مهمه القوى السياسيه في المجتمع، صوره احزاب وجمعيات مدنيه الى اخره. اذا اتفقوا على مرشح معين، بعض منهم مش ممكن كلهم يتفقوا على مرشح واحد، بعض منهم 2 3 4 5 يتفقوا على مرشح يدعموه ويقدموه للمجتمع، ده وضع طبيعي.
وبعض القوى الاخرى تتفق على مرشح اخر. الخوف يا استاذ منصور ان ده يعني يعزز الاستقطاب ما بين مرشح للتيار الاسلامي ومرشح للتيار الاخر، هنا هنرجع لمرشح المؤمنين ومرشح غير المؤمنين، وده مقلق جدا في زياده استقطاب. يا اختي لميس، يا اختي لميس، ممكن كل مرشح اذا كان مرشح اسلامي او ليبرالي كل واحد منهم ممكن يبقى له قوه سياسيه بتدعمه، ما فيش مشكله. وبعدين ممكن، مين اللي قال ان هتنقسم المساله بقوة سياسية تدعم مرشح معين وقوة ليبرالية؟ ممكن يكون في بعض القوى السياسية والليبرالية يتفقوا، وهناك أحد المرشحين، أنا مش عايز أقول أسامي، ممكن القوى الليبرالية والإسلامية تتفق عليه بسهولة جدا. مفيش داعي إن احنا نفترض هذا الاتجاه السيء ونشك في بعض، لا، احنا لازم نكون مجتمع صحي نفسيا علشان خاطر نقدر ننقذ المجتمع مما وصل إليه من سوء حتى الآن. الفرصة بقى ان انا اسأل حضرتك، هل هترشح نفسك للرئاسة ولا غيرت رأيك ولا ايه بالظبط؟ انا عمري ما كان لا رأيي كده، انا لما تقولي غيرت رأيك معناها ان رأيي كان ايجابي. لا، كان يعني بالعكس، كان رأيك في حوار معاكي مظبوط، قلت ان انا يعني لا غير متلهف، لكن اذا صدر لي امر من المجتمع فانا لا استطيع ان اعرض من اداء الخدمة، وانا لسه قدامي لغاية فتح باب الترشيح. يعني لسه يعني بتجس النبض وبتسمع اراء الناس وتشعر الاتجاه بيسير في اني في اي اتجاه يا استاذ منصور؟ بشوف انا الاتجاه ماشي فين. يعني حاسس ايه انك ستتجه للترشيح، الراي العام بيدفعك الى ان اتجاه؟ يعني انا لسه ما سمعتش الراي العام خالص، لسه ما سمعتش ولا سمعت اي توافق ولا سمعت اي حاجه من اللي بتقولي عليها دي. يمكن مش ناويين. لا، انا حبيت اسال حضرتك، ما هو في النهايه هو قرار حضرتك يا استاذ منصور برضو في النهايه. لا، ما هو القرار انا قلت لك يعتمد على انني اسمع، انا ما سمعتش حاجه. مش معناها ان انا متضايق، يمكن مش ظروفي، مش فرصتي ان انا ادي خدمه، يمكن يعني، او هناك طبعا عدد من المرشحين ممتازين جدا يجوز يقوموا هم بالعمليه وانا مش مطلوب، ما عنديش مشكله. عموما لسه باب الترشيح يوم 10 مارس، وقعد شهر كمان يعني، فهناك فرصه كبيره للتفكير ولابداء برضو راي الراي العام ممكن يصل لك خلال هذه الفتره. قولي ربنا يعمل اللي فيه الخير، قولي ربنا يعمل اللي فيه الخير. ان شاء الله ان شاء الله. اشكرك سيد منصور حسن، رئيس المجلس الاستشاري المصري، ومعي ايضا على الهاتف الدكتور سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه. الحمد لله على السلامه يا دكتور، ولا لسه ما رجعتش؟ والله انا لسه ما رجعتش، انا في طريقي بكره ان شاء الله للقاهره باذن الله. الحمد لله، يعني توصل بالسلامه. انا عارفه ان انت كنت في رحله ما بين عدد من المدن الاوروبيه. الاول قول لي، كيف رد فعل المصريين في الخارج؟ يعني قلقهم، مشاكلهم، جولتك عما تمخضت؟ انا زرت بريطانيا وزرت فلوتل وزرت باريس، والمصريين في كل الاماكن اللي زرتها عندهم طبعا المشاكل بتاعت المصريين في الخارج اللي احنا كلنا عارفينها وبنتداول فيها في مصر، لكن عندهم نسبه عاليه من الطمانينه والتفاؤل الى المستقبل. حصل في لندن موقف انه عائله مصريه دخلت الى المقر المحاضره اللي كانت الدول الانجليزيه في جامعه لندن في الاقتصاد، وهتفوا ضدي وضد المركز العسكري وضد الاخوان المسلمين، وهتفوا لمده دقيقتين وخرجوا يعني. لكن بعد ذلك كان في ترحيب وكان في استقبال جيد جدا وكان في مناقشات جاده الى اقصى مدى، وانا اشعر ان الرحله ناجحه نجاحا هائلا يعني الحمد لله. طب دكتور، دكتور عوا، يعني اليوم انتظرنا ان تعلن لجنه الرئاسه او لجنه انتخابات الرئاسه مواعيد الانتخابات، لم تعلن حتى هذه اللحظه، كيف ترى ذلك؟ أنا غير مسرور من الإعلانات في لجنة الرئاسة، لأنها ذهبت بالمواعيد إلى آماد بعيدة جدا لا يجوز أن تذهب إليها. ليه يبقى فتح باب الترشيح 10 مارس؟ ليه ما يبقاش أول مارس زي ما المجلس الاستشاري اقترح؟ ليه يمتد من 10 مارس إلى 8 إبريل شهر الترشيح والاعتراض وإثبات الترشح النهائي؟ دي مدة طويلة جدا 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 لا تحتاجها العملية الانتخابية، وهي تحرم المرشحين من شهر آخر من الدعاية الانتخابية الرسمية اللي يجب أن تبدأ بعد قفل باب الترشيح. مظبوط. ثم إنه عدم إعلان
موعد الانتخابات في جولتها الأولى وموعد الانتخابات في جولتها الثانية يلقي ظلالا من الغموض غير المطلوب وغير المريح والمثير للشارع المصري اللي مش ناقص إثارة. أنا لست سعيدا بقرارات لجنة العليا للانتخابات، وكان من واجبهم أن يراعوا حال الشعب المصري والحالة السياسية في البلاد، وأن يكونوا من الشجاعة والقدرة بحيث يعلنوا المواعيد نهائيا مرة واحدة. بدي مش محتاجة فلسفة ولا هيخترعوا العجلة، دي أيام هيقولوا يوم كذا الإعادة، يوم كذا الانتخابات، يوم كذا تسليم السلطة. ومدة الشهر دي مدة طويلة جدا 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 بغير طائل. أنا لست سعيدا أبدا بما أعلنته اللجنة، وأنا أدعوها عبر منبر المتابع جيدا في مصر إلى أن تعيد النظر بكرة، مش النهاردة، تعيد النظر بكرة في قراراتها وتطلع قرارات مستجيبة لمطالب الشارع المصري السياسية. البلد لا تحتمل مزيد من التأخير ولا مزيد من الغموض، وأنا أعترض على قرارات اللجنة لأنها غامضة جدا، وأدعوهم لأن يصدروا قرارات معقولة مش قرارات غامضة كده. والحقيقه معك حق في هذه فيما تقول يا دكتور، لكن اريد ان اسالك ايضا عن قضيه ما طرح حول الرئيس توافقي، البعض مع هذه الفكره والبعض ضد هذه الفكره، ما موقف دكتور سليم العوض؟ انا رايي ان موضوع الرئيس التوافقي ده من عجائب الدنيا التسعه، مصر كان فيها عجيبتين، المنارة الاسكندريه بتاع بلدنا والاهرامات اللي موجوده في القاهره في الجيزه، دلوقتي بقى فيها عجيبه ثالثه اسمها رئيس توافقي. الرئيس لابد ان يكون تنافسي، لازم الناس تتنافس ببرامجها ومناهجها وانتماءاتها ومشروعاتها، والشعب يختار الرئيس اللي يعجبه. انما رئيس توافقي يعني القوى السياسيه هتفرض علينا رئيس تتفق عليه، سواء كانت هذه القوة أربع قوى أو خمس قوى أو قوتين، هذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يقول رئيس توافقي. هي عجوبة من عجيب السياسة المصرية، يجب أن يترك من يريد أن يترشح ليتقدم إلى الشعب المصري بكامل قدراته، الشعب يختار. يعني رئيس توافقي يعني غصب عني اختاره؟ يعني هذا كلام غير مقبول، انا ضد هذه الفكره تماما. يعني حتى لو كان التوافق على دكتور محمد سليم العوة؟ يعني انا ما بقولش التوافق على مين، انا بقول الفكره. لا يعني حتى اذا اختارتك القوى السياسيه مثلا وتوافقت عليك بعض القوى السياسيه، حتى لو كان التوافق عليك فبرضه ترفض هذه الفكره؟ حضرتك يا استاذه لميس، انا قلت بعض القوى السياسيه، بعض ما ينفعش توافق، بعض ده يبقى ترشيح من بعض القوى السياسيه. المشكل في التوافق الكامل، يعني جميع القوى السياسيه اللي لها انصار واتباع تقول احنا عايزين فلان. حضرتك كنت بتكلمي اخونا الكبير الان الاستاذ منصور حسن، وقال لك انه ما سمعش حاجه، وهو ده اكثر اسم طرح في المساله التوافقيه باعتبار كل القوى السياسيه هتتوافق عليه. انا ضد التوافق جميع تحت جميع خطين، جميع القوى السياسيه على شخص، لكن اذا توافقت قوتان او ثلاثه هذا امر طبيعي انه الناس تتفق على شخص، ده ما فيهوش مشكله، لكن التوافق العام ده عقوبه عمرها ما تحصل. يعني دكتور عوا، هتتجه الى اي اتجاه؟ ان تجمع توكيلات ام تذهب الى مجلس الشعب 30 نائب؟ يعني بتفكر في ايه؟ لا انا ساتقدم بالطريقين معا، ساتقدم بتأييدات من 30 عضو من اعضاء مجلس الشعب، لان دول الاعضاء اللي احنا انتخبناهم، واذا كانوا يؤيدون شخصا فده عمل جيد جدا. وساتجه ايضا الى الناس الذين يؤيدونني في جميع انحاء الجمهوريه، وساحصل منهم على التأييدات المطلوبه، ساتقدم بالامرين جميعا. بالامرين جميعا. يعني نعم. نتمنى لك التوفيق والعودة بالسلامة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد سليم العوة، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. دي كانت أخبارنا النهاردة، عندنا طبعا أخبار كتيرة، منها طبعا ونحن سعداء أن المجلس العسكري جدد الثقة في الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية عاما آخر مفتيا لمصر. يعني إحنا اللي كسبنا الحقيقة الدكتور علي جمعة، رجل متفتح، عالم، مثقف، يعني يمثل الإسلام الوسطي الذي نعرفه جميعا ونتمنى أن يسود في أنحاء المحروسة. أيضا دكتور المجلس القومي للمرأة انتخب الدكتورة ميرفت التلاوي رئيسا للمجلس القومي للمرأة، دي أول رئيس للمجلس القومي للمرأة في تشكيلته الجديدة بعد الثورة، وبعد ما كانت ترأسه سوزان مبارك وكانت أمينته العامة فرخاندة حسن. الأمين العام الآن هي الصديقة نهاد أبو القمصان. أيضا غدا لأول مرة من 2009 يذهب
الدكتور فاروق العقده امام احدى لجان مجلس الشعب اللجنه الاقتصاديه. النهارده كان في اجتماع مهم ما بين الحقيقه في المجلس ولكن في مكتب الدكتور كتاتني، ما بين دكتور كتاتني والوزيره فايزه ابو النجا والدكتور فاروق العقده ووزير الماليه ممتاز السعيد، لتوضيح ملامح الخطه الاقتصاديه للدوله او للحكومه في ال 18 شهر القادمه. يوم الاحد بيان للحكومه يلقيه الدكتور الجنزوري حول هذه الخطه، هل يكون البيان الأخير للدكتور الجنزوري؟ ده سؤال مهم هنتركه للوقت عشان نعرفه. لكن غدا دكتور فاروق العودة محافظ البنك المركزي يذهب للمرة الأولى من أغسطس 2009 إلى مجلس الشعب إلى اللجنة الاقتصادية ليلقي بيانا حول البيان حول السياسة النقدية في مصر ويتكلم على الأزمة الاقتصادية. أكيد حيسأل عن موضوع أرصدة مبارك في البنك المركزي، بس توضيحا للنواب رئيس البنك المركزي لا يسأل أمام مجلس الشعب، رئيس البنك المركزي شخصية مستقلة بالضبط زي النائب العام، لا يسأل أمام مجلس الشعب لكنه يذهب إلى مجلس الشعب تقريبا مرتين، مرة للجنة الاقتصادية ومرة للجنة الخطة والموازنة لإلقاء بيانات. لكن البنك المركزي يبقى شخصية اعتبارية مستقلة غير تابعة للسلطة التشريعية. نخرج فاصل وبعد الفاصل نستقبل ضيوفنا ونتكلم عن السياسة الخارجية المصرية، العلاقات المصرية الأمريكية قبيل زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة جون ماكين إلى مصر، إلى أين يذهب هذا التوتر في العلاقات المصرية الأمريكية؟